بس تفتكروا المهندس عدلي غاب عننا ليه؟ يا باشمهندس ألف سلام عليك. ربنا يسلمك يا عزيزي إبراهيم. طب ما صوتك كويس أهو. والله بص يا إبراهيم، يعني أنا دائما الأقدار هي اللي بتخطط. طبعا. يعني إحنا آخر يومين عمالين نعمل سكرينات ونجيب شطات ونقابل ناس ونقول ونحط صحيح صحيح حتى وإحنا في المطار. صحيح. لكن أنا وأنا في الطيارة التكييف يعني حسيت إنه تعبني جدا جدا جدا، وحسيت إن جالي زكام جامد لما خرجت. فطبعا تحسبا لكل شيء الواحد يعني يقعد بقى كين يوم ولا اتنين كده وربنا يسهل ويستر، لكن قدرونا تضحك الأقدار. يكونش صديقنا العزيز الأستاذ عصام سالم كان قاعد جنبك هو اللي فتح فتحة التكييف ديت؟ والله مش عارف هو يعني عصام ده من الشخصيات الجميله جدا، رائع حد محترم جدا، وهو راجل زملكاوي متصالح مع نفسه جدا. صحيح. والحقيقه له مكانه وشعبيه بين اشقائنا الاعلاميين هناك بوصول بمنتهى التقدير، وهو راجل مهذب جدا جدا جدا، والحقيقه كان مقدر جدا ومبسوط من اللي الاهلي بيعمله. ما انا بقول يعني هو متصالح مع نفسه جدا، ما عندوش مشاكل. ما اظنش ان حد يعني مش هو اللي فتح فتحه التكييف بتاعه الطياره. لا 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 مش هو. طيب طمني دلوقتي ايه الاخبار؟ في سخونيه ولا حاجه؟ لا هو مفيش حراره، بس فيه يعني رش جامد جدا. وخفت اخرج ولا اجي في التكييف المساله تزيد وتتقل. ربنا يسهل خلال يوم او اتنين مع الأدوية والتكثيف نخلص خلاص هحتفظ لك بكل الكواليس لحلقة الخميس إن شاء الله. بس بداية أنا عايز أقول حاجتين مهمين جدا. أتفضل. بداية أحيي هذا القرار العاقل المدروس الذي ينطوي على مسؤولية وتقدير للموقف الذي اتخذه ولي سليمان، كابتن ولي سليمان. كابتن وليد سليمان اختار اجمل لحظه ممكن يعتزل فيها، هو مش عارف هتجيله تاني امتى. صحيح. كابتن وليد سليمان شاءت الظروف انه ما كانش موجود معانا المره اللي فاتت. ولا جاء وشارك بشكل فعال وامتعنا والناس كلها شافت قدراته، وانا كان نفسي الكوره اللي هو قطعها دي وفكر يلعبها في الجون تبقى هي دي اللقطه اللي ممكن الناس كلها تفتكره بيها. لكن هو إنسان رائع سوف يستفيد منه الأهلي في كل مجالات يختارها، وفي نفس الوقت بيدي القدوة والنموذج لكل شبابنا الناشئين.